السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثانيا صبحكم الله بالخير، وثالثا أرويكم الزي اللي لابسينه على أساس إنه تعرفون الجو اللي أنا فيه، برد ولا حر؟ جو حلو واللبس ربيعي، وقت الربيع تلبس فيه عندهم أي شيء، فلابس أنا قميص عادي تحت هذا مال البرد مال اللي حسب ما أعرف اللي ياخذونه من مارك سبنسر. الأمور طيبة، لا شيء أبوي خلاف. هو الساعة 8:30 صحيين، وصار حين سرحت انا الصبح بتكون لل ما ادري البرنامج عندي في هذا الحين بربيكم اياه، هم جاهزين مطرشين لي بطريقه مسبقه من قبل اسبوعين ثلاثه، مطرشين لي البرنامج اذا بحط فيه تعديلات، لكن ما حطيت تعديلات لان كل شيء بيودوني له هو زين، هو اللي انا اتمناه، يعني بيتمنى كل انسان يحب يتفرج على بلد مثل هاي، امبراطوريه عظيمه وكل ما فيها زين وكل ما فيها قوي. فطريقتهم وأدبهم لا يعلي. Good morning. How are you? لوبي؟ Okay, thank you. في كل دور يكون الخدمة بهالطريقة، طريقة استقبالهم في التوديع، إن شاء الله تظهر وتدخل ألف ودي. Thank you. You're welcome. Thank you. Same to you. Thank you. شعب محترم إلى أبعد الحدود، من تشوف الشخص يعطيك طاقة إيجابية بالابتسامة، ما ييك ويه مكشخن والويه يدخن، التحرى دايخ بنك ولا عفريت عافت قدام ويه. Good morning شباب، صباح الخير، وبلاخم كل واحد عازل عمر عن الثاني. ليش؟ ما باخذ دواب الأخبار. مكرب ابو احمد والله انتبه حطيت ولا نسيت قلت لنا تروح وتمشي ولا ما اروح هاي ابوك ما شاء الله الا ان شاء الله بيخف اذا الله راد ان شاء الله ان شاء الله شو رقاتكم البارحي؟ ابوي رقدتوا زين؟ والله ليش؟ ما شاء الله الموسيقى اللي عندي تعسم تبارك الرحمن والله العظيم انه هو ابو احمد والله؟ احمد نعم شو يناخر مركب خياش لا اله الا الله بسم الله عليكم بسم الله عليكم يا رب يا الله طيحة حمالي لا تستر علينا عن الصجيع انت نص هالمكان قمة في الروعة ما سموه امبريال الا هو امبريال خلاف عاد باخذ بكم جولة دور مدار الفندق أقسام وأماكن يعني باب احترام البلد المضياف اللي هو مستضيفني فلازم يعرف المكان اللي أنا ساكن فيه لأني مش جاي أنا روحي ما بجاي يتكشت لا أنا جاي مستضيفتني هالبلد لأجل أني أرويكم تشوفون عن طريقي البلاد هذه وتاريخها وعظمة باللي الله مقدرني عليه وقيس معرفتي أنا ما أتفلسف لا قيس معرفتي وطريقتي اللي أنا ضاري أرمس بها يعني أنا ما أحب أتفلسف وأقول أحط عمري في معرفته ما شيء كثرة يا غير لله الحمد باللي الله مقدرني الحمد لله رمت أوصل إلى الكثير من المنازل وكثير من البيوت لله الحمد الأمور متيسرة ومن حسن إلى أحسن ورب العالمين يقول ولا إن شكرتم لأزيدنكم هذه نحن في نعمة وفي خير وفي رغد وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل سياسة حكومتنا اللي مخلي سمعتنا فوق الشمس مخلي سمعة الإمارات فلذلك كل شخص إماراتي بلي فيزا وين ما تصير كلني رحبك كلني هلي والله مليون مرحبا من يقول من يعرفون أنك من الإمارات كلنا ابوي عبد على كراع وينقز كلنا ابوي عبد على كراع وينقز لانك من الامارات وصيت الامارات ترى ما منك انت لا سياسه الدول يسمونها فسياسه الدول هي اللي ترفع قدرك انت يا المواطن في اي بلد فنحن وضعنا طريق مبدين عن كل العرب يعني
من الشعوب كلها نحن لنا خاصية في التعامل في جميع دول العالم، وهذا كله ما يم فراغ، هذا جاء من السياسات الخارجية للدولة. فسياستنا الخارجية اللهم لك الحمد لدولتنا بفضل الله وفضل حكامها تلقط القبول في كل مكان، وين ما تصير وين ما تصير تلقط كل يرحب مرحبا وسهلا. بارك الله فيكم يا أبو أحمد. يلا نشوف عادة ريو تخبر الموظف دي مانجر، تخبر أقول له شو تقترح علينا، وين نتريق؟ Where do you think is better for us to have breakfast? How many restaurants do you have? We have 4 restaurants for breakfast. For breakfast, 4 restaurants? Yeah. Okay, told me. Which so, 2 Western, 1 Japanese, and 1 buffet. So, and if you have a time, you'd better go to the buffet restaurant, the 17th floor of this menu. Thank you, and have a good day. Thank you very thank much. You. Too. Thank you. Thank you. Thank you. Yalla, yalla, chaba. Yalla, do 17 riyal. 17? Na'am. داري ان شاء الله. ما شاء الله. كحد ما يبي يعيز الا انت. هذا الدور 17 مره وايد سيد الاطلال على القصر الامبراطوري. ها هاي من اشهر الحدائق عندهم. دور مطار قصر الامبراطور. هذا المطعم يلا حين thank you yeah. هذا مطعم البوفيه. تحرنا احنا ناشي من وقت ابوي، هذا العرب ابوي كلها ناشي من الصباح الاخير، ان شاء الله يلقطونا على الطاوله على القصر، نشاهد القصر الامبراطور بيني شهر 12 نصير نسلم عليه. ما لقطونا ابويا. اللي يقولون الاكل جليل عندهم هذا يبو يكذبه. البوفيهات ابويا الاكل يعني اللي ما يمزر عينه هالدنيا كلها بهذا ابوي، معناته انسان ابوي يحاد. أكل أبوية على ما تشتهي النفس، كل شيء موجود، حتى عيش إن بغيت صباح الله خير تاكل عيش شيء عيش، كل شيء موجود عندهم، كل شيء أسماك بيض وطماط وهانتون هاي أومليتات مليون نمونة، كل شيء. اللي يقولون والله ما شيء عندهم الأكل جليل، هي الأكل جليل، يوم تبت قايس على عمرك. كل بلد في الدنيا العودة تفتخر بمطبخها بمطابخها، كل بلد تفضل ان الناس تعرف شو عندهم شو ما عندهم. ف انا نسبه لي انا يعني يوم اسير اي بلاد كل دوم اجرب اكلهم اكلهم، اكيد انه بيكون غريب عن اكلنا، لكن ان شاء الله انك تيربي يعني. لكن انا بالذات بخصوص بما يخصني انا احب اجرب، عندي حب التجربه واحب اجرب اكل كل بلد، التزم بالاكل مال بلادي ولا الشرق الاوسط اللي انا ظاهر منه ولا دول مجلس التعاون دول الخليج او دول الامارات. واقول يعني ما باكل الا الاكل الا اللي اعرفه. هي تاكل لك اللي تعرفه نعم، لكن تختار الشيء اللي بيوزلك اولا، وثانيا حتى من الاكل هم يخدمون، ترى اكل اوادم، اكل عفاريت، اكل جان، ما باكل جان، كل شيء موجود عندهم. بغيت ابوي لحم ولا بغيت ابوي لحم ثيران، كل شيء ابوي موجود عندهم. بغيت عريو ولا على الغده ولا على اللي تبغاه كله موجود. ترى بلاد عمرها آلاف السنين، آلاف السنين، مش انت اليوم البارحه ظاهر بتجلس تنتقد اكل امبراطوريات من آلاف السنين. حد من العرب يقول والله كلهم ما يتشاهد، والله اللي ما يتشاهد انت والله العظيم. عايزين لها القريصات اللي هناك، اروح يا ابوك شيفتن تطرد الفقر، شيفتن هالقريصات تطرد الفقر. يارك الله يا ابو ابراهيم توفيق، يارك الله. لا 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 شو طلبت؟ بيض. يارك الله. ما اخذت من هاك الشيء اللي منك؟ ما اخذت من الشيء اللي ما تعرفه؟ على هواك عاد انت. أنا بيضتي بعد طلبت أبوي يحطوا لي مشروم وجبن، قلت لهم ينطون هم مرة عاد آخر عسى في أفضل في خدمة
ثانك يو. ابراهيم اخذتوا من هذا؟ وانت خدمنا فنان ما اخذت من هذا اي انت ما اخذت شيء. أيوة. اهم شيء هالبانكيك الصغار هذا شيء جميل. هي يلا نو سبيس ما حد عنبوه هالكول حق شو؟ لا حرام عليك هالمرضام. لا لا يا رب تبارك الرحمن ابراهيم يلومنا بهل اليابان. هذا ترى اللي تشوفونه شبع وهذا بيضه شيء مفيوحه بغير نمونه ما ادري اشياء يعني هذا اكلهم التقليدي مال اليابانيين. فالانسان اللي يبه ياخذ من هذا ولا من هذاك. هذا نغاره نغاره مقطعه كانها ظني وياها شيء من غير. وهذا فندال بعد طعمه صاحب الفنان يعني كل شيء عندهم كل شيء عندهم كل شيء يدخل في عقلك موجود. شو رايك محمد؟ ترتيبهم مطابخهم والمطبخ الياباني وهل تكوت ما شاء الله في المطبخ الياباني؟ كوت من المطبخ الياباني؟ يا رك الله يا رك الله يا ابوي. شوف العربي تريون. Good morning. أقولكم شو يا أبوكم الابتسامة شاقة لوجهك. والخدمة في منتهى الروعة. ناس طيبين أكرام عياويين ما حد شرعتم. حافظ عليهم وعلى من رباهم. تربيتهم غريبة. جيت يا أبوك اللي من غير يتعلمون الأدب. يميز إمبريا الأوتيل أنك من أول ما توصل يطلشون لك حد خبير بترتيب الأغراض. يرتب شنطك. وقبل ما تسافر بعد إيجيك يرتبوا لك شنطك ما تبع كل سامانك تلقطها زاهب مرة كل شيء أغراضك تلقطها زاهبة قدامك في اليوم بعد أول ما توصل وقبل ما تصير أتي حرمة موظفة برسم الخدمة هاي هذا قصهن يجون أبوي يرتبون سامانك صففوا سامانك في الدروج وكل شيء تبه صفوا زي ما زين وانت ساير بعد كذا الأمثال والله إبراهيم أكيد شيء وايد جميل مرتبين ومؤدبين أدب فيهم سبحانك يا رب ينضرب بالوصوف. باقي تقريبا ما يقارب 20 دقيقة عن موعدنا 10:15 أنا بالعمال بتحمس الشباب الساعة 10 عشان بس أربش عشان يجهزون قبل الحشر بعشر والحمد لله اللي بغيت استوى وبعد عليكم سالفة الحين سالفة بخصوص قصة الكلب هشكو قصة الكلب هشكو اللي أمس كنا قصة الكلب هشكو اللي أمس نحن كنا موجودين في النصب التذكاري ماله اللي العالم كله جاي يعسبه هذا في الدور اللي فوق الميزانين هاي ساعة شي شكلها غريب هي بنقدر بصور لكم إياها وهذا الدريها اللي من تونا راكبينها هي حافظ على العروس خوز إبراهيم خوز يا سلام سلم اللي ندور هدوارة نحن هالعروس ما حصلت يا سلام على العروس حليلها يا الله يسعدك إن شاء الله هذا أبوها بيكون شد عرب كلمة ريون غبيضة من حبايت فين فوق مفروض ننزل تحت ما دريت حبيبها كل حق الصور التذكارية في العالم كلها ابوي صفى هناك تصورها
الله عاد انا مره ما تعيبني هالسوالف. بسم الله ابراهيم نبه شو تسوي؟ تصور العروس يا ركل عقبالك ان شاء الله. اللهم امين حبيبي. هذا ما ادري شو بعد هذا نيها ما يدري شو بعد هذا متخرجين من جامعة ولا مع عريس مشكلة ما بعرفها رجال حرمة هذني بني ولا ولا يتصيروني لا توم خطوبة بعد توم ظهروا من اللفت يصورونها هاي لك عرسان عرفناهم كم هذا الحين شو أكيد لو تسأل حد بيخبرنا يا ربي الفضول بيجثلني. Okay, sorry. The white woman, this man. Okay, now this is style for wedding. Yes. This is one of the Japanese style. It's a Japanese or the traditional wedding. Traditional. Okay, kimono. Thank you. Thank you for what you said to me. Thank you. Thank you. Thank very you. Much. Thank you. هذا الحين. الدنيا بي كلها مطاعم فندق بلاد من كبره حوالي 1000 غرفة شيء مهول هالفندق فندق ياخذ العقل بلاد من كبره بلاد أقولكم اليوم نشيت الصبح وغنية أبو بكر سالم الله يغفر له لاصقه في لساني خذ من الهاشمي ما تريد واسمح بلقياك يا ذا الحسن هي والله من صباح الله خير وهي مرطايع تفارج لساني حشرت بها قوم ابراهيم استاذه من كثر ما اغنيها امبارح ما صرنا ساحه عند اللي فيها محطه القطار سشويه ما شفتوا الكلب اللي حاطين له نصب تذكاري للكلب حاطين شو سببهم حاطين هالنصب التذكاري وليش متعبلين هالعبالة كلها نصب تذكاري ونقول نحن عظمن له كلب مسوين له هالنصب التذكاري وآلاف العالم الزورة شو قصة زيارة النصب التذكاري هذا للكلب وليش حاطين له نصب تذكاري من الأساس النصب التذكاري عبارة عن تمثال برونزي منحوت محطوط مكان معين في ساحة شسوية نصب التذكاري هذا يرمز إلى وفاء الكلب شو قصة الكلب هذا؟ الكلب هذا الله يحفظكم كان لصاحب بروفيسور في الجامعة البروفيسور هذا الله يحفظكم يصير يلقي محاضرات في جامعة دكتور يلقي محاضرات في جامعة فيصير الله يسلمكم من محطة القطار اللي في شسوية ويرابعه الكلب عند كليب ويرابع لين محطة القطار ويترياه لين يرد يجلس من الصبح لين المساء يتريا الكلب يتريا الدكتور الكلب يتريا الدكتور عند وين الحين موجود النصب التذكاري ماله في نص الساحة مال تشيسويا من يجي البروفيسور يتلقى له الكليب ويلوي عليه ويحبون بعضهم ويصير به البيت وكل يوم على المنوال دب الدهر دب يعني مدة طويلة وسنة 1925 توفى البروفيسور وهو يلقي محاضرة داخل الجامعة والكلب كم يتريى مع راعي يتريى اليوم الأولي اليوم الثاني يوم عدي في الليل سار الكلب يوم عدي المساء نهار ثاني يتريى راعي منو عاد بيروم حين يفهم الكلب أن راعيه توفى ما حد يعرف لغة الكلاب حاول وآزم الكلب هذا من كثر وفاء الراعي ما خان تم يتريى البروفيسور يوميا عند محطة القطار ونفس المكان ونفس الوقت وقت ضوية البروفيسور لين يظلم عليه الوقت
يوم ما يشوف البروفيسور مايا صار يهوم بين السكيك ويعدي نهار ثاني بعد رد على نفس الحالة كل يوم في 10 سنين وهو يتريى البروفيسور يوميا على هالمنوال. طول هال10 سنين العالم السائر والياي يشوفون الكلب يتريى راعي والناس اللي يشفق عليه واللي يحط له أكل واللي يقول سبحان الله شوف الوفاء الكلب هذا لأي درجة وصل أنك أنت يا الكلب فيك الوفاء لهالدرجة 10 سنين وأنت ما قطعت الأمل أن راعيك يجي 10 سنين وهو يتريى منو عنده الوفاء هذا لهالدرجة ما يعني ما حس أنه ما بيشوف راعي وآزم 10 سنين يتريى والسائر والياي اللي يرحمه بأكل واللي يرحمه بشرب اللي يعني يتويدون عليه يعني فقير لكن ما حد رايم يفهمه ان راعي مات. الكليب اسمه هاتشكوك. هاتشكوك ضاع صيته عند في البلادين كلها وفي كل انحاء البلاد والعالم كلها تصيحه بالوفاء والاساتذه والناس كل سوت له شهره ما استوت حق اكبرها واسمنها وذا سوت له في الإذاعة يطرونه في التلفزيون في الإعلام نش ريال نحات وسوى هيكل اللي هو اللي صورتكم إياه البارحة نصب تذكاري هيكل من البرونز نحت هيكل من البرونز على شكل الكلب هذا أبدا نفس الشيء ونش وسوى احتفال كبير في نفس الساحة اللي حين موجود صورتكم إياه البارحة وحطوا النصب التذكاري مال الكلب هذا وبحضور الكلب وزعماء وقادة وزراء والطلبة حطوا النصب التذكاري هذا مال الكلب بحضور ونحط النصب التذكاري هذا عام 1934 بحضور مثل ما قلت لهم خلق الله ما خلق يوم دار حول كامل من بعد ما حطوا النصب التذكاري لقطوا الكليب هاتشكوف ميت في بين الفرجان وخلوه مثل ما هو. استخبرت الحكومة يو وأحاطوا الجثمان بنوع من الوقار والترتيب وحنطوا الكليب هذاك وحطوه بوي في المتحف الوطني العلمي موجود الحينه موجود مكانه لين اليوم لين بكرة في المتحف الوطني مالهم الامبراطورية بكبرها موجود الحين. فمن تخليد اليابانيين للوفاء آزم مضرب المثل يتمنون أن كل مواطن في بلادهم يتعلم الوفاء من هالكلب. فآزم قصته تدرس في الجامعات وفي الكليات وفي المدارس من أول KG1 وKG2 وانت ساير لين الجامعات تدرس القصة هذه. فتلقط حين كل إنسان يعقد صفقة أو يسوي بزنس أو عمل بينه وبين شخص يصير به هو عاد إنسان أجنبي من هالبلاد لازم يصير به عند النصب التذكاري هذا ويرويه الكلب غص عليه عاد قصة الكلب حسب شي ودونا نحن البارحة وراونا الكليب وقالوا لنا أبوي نحن هاي قصتنا في الوفاء. فلذلك تلقط الشعب الياباني كثير الابتسامة خدوم أمين صادق وفي لبلده ولضيوف بلده. شفتوا الاستقبال شفتوا الحفاوة والاستقبالات لكل العرب لكل الناس قصدي يعني العرب أقصد بالبشر وين ما تصير فيهم في اليابان تلقط نسبة احترام وأدب مش موجودة عند مهما أقول ومهما أشرح مستحيل أني أقدر أخبركم عن الشيء اللي أنا شفته مرة لي خطفت ولي حين وثارة طلع هذا الشيء متعارف من آلاف السنين مش شيء جديد على الشعب الياباني وطريقة تعامله مع الناس طريقة تعامله مع بعضهم البعض ما تشوفهم خطر عليهم يقدسون الشخص الآخر من الاحترام والتقديس لله سبحانه وتعالى. لكن هم ها امبراطورية فأنت ما تقدر وعندهم جميع الأعراق جميع الأديان جميع الطوائف لكن كلهم أهم شيء عندهم احترام الشخص الآخر. فلذلك يرمسون التحراهم يسفون خوص ما يرمسون بصوت عالي أبدا وقطع خشوم عندهم اللي بيعلي صوته. أكبر منقود عندهم أكبر منقود أنك تعطي بخشيش تبس أو تدهن سير أو تعطي حد إكرامية أكبر عيب عندهم هذا فيك أنك يارس تهينة مهما أنا والله بيني وبينكم
توقعت انه مبالغ في الكلام، لا اتضح انه حقيقه، وحقيقه 100% ووراها قص خشوم وعليه حق بلي فصل الادمي اللي يبخشش كان في مطار ولا. لذلك حتى في المطارات ما عندهم خدمه شل شنط وحد بيشل شناطك وحد بيتعب، لا هذا مش موجود عندهم ابدا الا في الفنادق اللي مثل هاي الامبراطوريه، الفنادق الكبيره وايد. تحدون هاك اليوم احنا سكننا في سكويا، سكننا في فندق نجوم، لكن ما في خدمه شل شنط. شناطك تشلها نبوي روحك توديها لين فوق، يوم بس قادر تظهر بعد نفس الشيء، الا في الفنادق اللي وايد ضخمه مثل هذا. بالرغم من الفندق اللي سكننا فيه هاك اليوم ما اتذكر شو اسمه، اظني رماده والعلم عند الله، كان فايف ستار او هيلتون والله ما اتذكره، لكن ما فيه الخدمة هذه، يعني عندهم ممنوع، مش ممنوع، عيب. إبراهيم يا أصورك أقول لك شو الاتصالات اللي يكمل البارحة باليوم وايد يعني ها كل ما شافوك من زمان لو شو من زمان ما شافوني مستغربين أن أنا أعرفك قول والله نعم كيف يعني مستغربين ترى على فكرة أنا وإبراهيم تربطنا صداقة قديمة ونحن نتلاقى في المناسبات، إبراهيم في العين ولا في أبوظبي، لكن التواصل ومسج شبه يومي، ونتلاقى يوم أي العين في السنة حسنة أتلاقى وياه بعض الأحيان. إبراهيم طالب يدرس شو، وين إبراهيم دراسك حاليا وين؟ كلية الإبراهيم الجامعية ما شاء الله ما شاء الله على وشك التخرج إن شاء الله شهر 8 إن شاء الله إن شاء الله رأت. إذا الله جعلنا من الحيين. وين موظف في وين أنت؟ أنا في الجمارك حاليا في الجمارك. الله يبارك فيك. وبعدين العرب يتخبرون من ابراهيم وين يدرس وين ساكن، هذا الحين خبرهم عن عمرك، كم عمرك وين ساكن؟ معرس؟ لا ما معرس، ما بمعرس ان شاء الله، وان شاء الله انك بتعرس ان شاء الله. بندو... خلنا نتعلم عنك يابانيه، ايش رايك؟ تبغى مش تذبحني الا تحت عليه اللوادم فكره عن امك انها شريره، عن ابوه امك بتجتلك حسب حرمه على العيش ما تهوى النفوس. تزعل لا تبت البلاد ان شاء الله ان شاء الله اذا الله راد تعلم الحي والله طاحت صورت الضحكه بعد هي يا الله ابوي جوري شوري يا ربي يا شوري، هذا شوري وهذه امنه، وهذا ابوي الكرت مال امنه، فهي اللي تتكلم عربي وموجودة موظفة في واختصاصها العوائل التي سياحة لشنتي اليابان، فهي اختصاصها في الشركة ما شو هاي؟ أنا تسويق ومرافقة الأشخاص العرب، العوائل العرب من المطار إلى الفنادق كل الأماكن. بارك الله فيك، شكرا. ان شاء الله اخر يوم في البرنامج هاي حتكون التلفزه اليابانيه بتيجي تصور معنا. تلفزي يعني التلفزيون؟ تلفزيون الياباني. بخصوص شو؟ كيف انت بتروج السياحه اليابانيه، تعرف على العرب على اليابان؟ هل انت مقتنعه من طريقه ترويجي للسياحه في ما شاء الله. شفتي في لندن؟ ايوه ما شاء الله. وشفتي في المناطق الثانيه؟ صح ما شاء الله. في امريكا في لندن في استراليا المغرب، شفتي المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن، من بعد ما رجعت من المغرب يعني مش رايح أنا أقنع الناس عن المغرب، المغرب بلد عريق غني عني أنا أني أعرف فيه، لكن في ناس ماخذ فكرة، بغيت أصحح الأفكار اللي عند الناس، والحمد لله رب العالمين الله وفقني ونجحت في هالموضوع ولله الحمد. جزاكم الله الله يحفظكم. الحين نحن المدينة التقليدية في اليابان اسمها أستاكوزا، وفيها كل شيء على عمل بحرة، الطريقة التقليدية القديمة في اليابان وطريقة مشيتهم وسيرتهم ويجتهم علمهم خبرهم ها كل حين بنسير حسب نشوفه ويرونا إياه. Good morning إبراهيم. Good morning العادي. صباح الخير. How are you? أبو أحمد سلام عليكم. سلام ورحمة الله. How are you? Fine, thank you and you. الحمد لله، اللهم لك الحمد.
هي رايحين الأساكوزا، هي المدينة التقليدية حقة اليابان، فيها السوق الشعبي، فيها تراديشنال الجابانيز كلها بتشوفها. أه. العربة من السوق، من الهدايا اليابانية كلها ياباني مجمع هناك، معناها زي ما نقولوا احنا السوق العرب. أه. يعني المكان التقليدي، المكان التقليدي حقة اليابان هي أساكوزا. احنا رايحين للحين. أيوة. كم بنا يجلس من الوقت هناك؟ ثلاثة. شو يعني الساعة لين الساعة ثلاثة؟ لين الساعة ثلاثة. ليش؟ شو في هناك هالكذا؟ علشان حتى تلفوا بالعربة. هي العربة القديمة هي بتلفوا بيها نصف ساعة. وبعدين في دينر هناك. نتغدى. تتغدوا هناك وبعدين نلفوا في السوق شوية نشوفهم كيف. وأصبح الساعة ثلاثة. أخت آمنة، من بعد الساعة ثلاثة وين بنروح؟ حنروح زيارة حديقة الإمبراطور. حديقة الإمبراطور. أيوة. من بعد الساعة ثلاثة إن الحديقة هذه. أيوة. اللي إحنا الحين عند جنبها هذه. إنزين. شو بنسوي؟ بنتمشى بس في الحديقة. بنتمشى بس. راح يكون في مطر ولا؟ في مطر بس عنا. حتشوفوا بس من جوا شوي وبعدين نخرج من السوشيت. آه وبعدين؟ بعدين حنروحوا السكاي تري. ما أسمعش يا مايا. بعدين حروح سكاي تري، اعلى برج في اليابان. هاي اسمك سكاي تري؟ سكاي تري. ايوه هي هو اعلى برج في اليابان. هاي حن بيكون في المساء. لا اللي يزور سكاي تري لازم المساء هذا صح؟ احلى المنظر، حلو وبتشوف كل اليابان في الليل. في الليل ما يصير في النهار مش حلو. هو في النهار ما هو حلو، الفيو ما يكونش حلو. احلى في الليل. احلى في الليل. هذا اصغر من برج خليفة صح؟ ايوه. ثاني في العالم هو أعلى برج في العالم، برج الشيخ خليفة. أيوه. عندنا في الإمارات في دبي. صح. وثاني أعلى برج شو؟ سكاي تري. سكاي تري اللي عندكم أنتم. أيوه. عمار يا يو اي اي. هاي حديقة الملك شو اسمك؟ الإمبراطور. هاي حديقة الإمبراطور. شو اسم الإمبراطور؟ اسمه ها؟ إمبريال بلس. هاي إمبريال بلس. وهاي حديقة الإمبريال بلس. يا سلام سلم، هذا الامبريال بلد جدينا نحن. جيت احنا المكان قبل كم من شهر. متى كنت انا هني آمنة؟ شهر 11. شهر 11. أيه. يعني قبل 4 شهور صح؟ صح. هذا الامبريال بلد حطنا الدنيا هاي كلها، لكن كان الدنيا كلها حطب ولا عود خضر. هذا الحين عندهم الربيع. سميت المطر هذا انت حينه؟ همالي اقول. لا الهمالي غير، وهذا يسمونه ميلي. الميلي محمد الهمالي اللي صبيب متواصل. متواصل. الميلي حبته اقل وانعم وبصفه لا ما بنتقطع مستمر، لكنه تتفاوت سرعته من ضئيل الى شويه خفيف. هذا الميلي. الميلي والهمالي هذا اللي يريخ طول الليل. هذا وطريقة وحبة المطر شوية أكثر أمتن عن الميلي. على ما أعتقد إنه ما في هواء. لا لا بلية هو ما يخص بالهواء، المسمى ما مش مرتبط بالهواء. ها؟ هي إذا برد لها عاد خلاف. يا سلام على السبورة، خلاف برد لك المي. يا سلام يا سلام يا سلام. إبراهيم هنقل لك تحيات 90% من المتابعين حاسديني عليك، يقولون وين طحت بهالورد الفنان هالإنسان الشرح اللي أبوك ربعته تنشره بالملايين. والله العظيم يا إبراهيم هذا عاد منه. هاي الناس الإيجابيين اللي يحبون الابتسامة المتشبثين في الحياة، لكن الناس اللي من غير شو يقولون؟ بسم الله اشتبابهم هالمتان، وشو تبابهم هالشواب الترتربهم، وشو تبابهم وشو تبابهم، وين ساير بهم مساكين لو خليتهم في بيوت مبرك. هذا منو عاده؟ سلبيين. يا رك الله يا ابو احمد. يا سلام يا سلام. ما شاء الله عليك. ها؟ والله الخير الله يسلمك. اي والله كل الشباب اقول كل العالم قابطيني عليهم انه يعني ابتسامه ما شاء الله ما توشبها. ليش الاوادم واخدين وياي؟ كل واحد وارم تحرى سمونه حصلان. هي والله الحمد لله رب العالمين. مشكورة مشكورة يا مدام.
شو تقولوا الحين فختونا روسنا شو نتمرد ومارد وما ادري شو اتخبرها ابو محمد هي اتخبرها عندك خوات عندك اخوان هي شو قالت لك ابو عايش ابو عايشه شو قالت قالت ام عديجه شو هي عندها اخت واحده وبعدها اخوان هي عايشه ويا اختها وامها وابوها بروح بيت منطقه ثانيه بعيده هي ايه بس اسوف فيها مسكين لا شرط عاد فقير يمكن تبتر من سلسية هي تسولف فيها والله ايه اول مرة تشوف هالنمونة عشان تبقى محمد ايه والله هي المحتاية ايه نعم يعني الله يحفظك يا ابراهيم يخليك ان شاء الله التقاليد اليابانية يزوروا المعبد هاي المصورة هنا هاي المعاريس الحينة أيوة. معرس وعروس من تقاليدهم يزورون المعبد صح؟ زين هذا الحين السوق صح؟ هاي السوق الشعبي اللي فيه شو اسمه شو اسمه؟ هو أساكوزا هذا السوق اللي احنا جايين على سبه اسم السوق أساكوزا وهي العربة القديمة اللي قاعدين عليها وهاي شو هاي العربة القديمة؟ شو اسمها؟ شو؟ جيشينشا هاي الشيء الأشياء التراثية التقليدية عندهم العربة هذه هذه على الله يحفظكم سوق أساكوزا الشعبي القديم في طوكيو من أقدم الأسواق الشعبية كل شيء فيه على ما كان عليه يعني هذا سوق أساكوزا وهذه البوابة مالت السوق السوق عمره 140 سنة وتحت البوابة السوق البوذا مالهم وأهمية السوق هذا أن في وفي آخر السوق المعبد مال أساكوزا مالهم فشيء جميل يعني المكان بنيانهم حلو ومنسق ومرتب والمكان نظيف ومكان يعني سوق قديم للأشياء الحرفية مالت اليابانيين من أدوية وأشياء تهم السائح اللي يدور الأشياء اللي مش التقليدية والأشياء المعروفة عنهم روحهم كيابانيين وكم مشهورين بها مثل هالأشياء لبسهم والشاي وما أدري شو طريقة التصنيع وطريقة طبع على الثياب يعني كل ألعابهم القديمة التقليدية مالهم مال اليابانيين طريقة أكلهم وشربهم وشو يأكلون وشو يشربون وكل هذا أبوي بالفول الصويا والفاصوليا ما أدري شو أغلبية أشياءهم اللي يستعملونها كلها حبوب حبوب من كل من إنتاجهم روح ما عندهم شيء مستورد أشياءهم مثل اللي يقول لك من الابتداء وإليه يعود سمانهم لهم لذلك تلقط ما شاء الله صحتهم من أروع ما يكون أكثر معمرين في الكرة الأرضية موجودين في اليابان موجودين في اليابان عمارة تتراوح بين 90 و 120 ها كله بالأسماك ها تسيف مدفة ما لهم عادة كل كل بالسمك ها مليون نوع عندهم اشياء دقيقه يظهرون هذا من قنقون السمكه هذا من ابوي من سلطته هذا من ذيل وهذا من العرف وهذا من ما ادري شو العرف هاك مال الديك ما علي عاد فوتوا عنهم مرات يرسلوا لي على الصراط المستقيم ثانك يو ليش أصور نمونة اليوم هالنمونة بهالطريقة؟ لأني جاي لجل الشيء هذا جاي لجل أصور جاي لجل أصور كيف شوارحها كلها على ما تسكورة وياي أصور أنا الشيء هذا جاي أصور سوقهم مش جاي بس إلا أتفرج بسايح لا جاي أعرف الناس ها التماسي لا ام اوكي ها هذا لبس مال اليابان لبس حشيم يعني حشيم يعني اسمه كيمونو لبس يعني مش اقول لك لبس حشيم يعني مش معره لا 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 محتشمين كلهم اليابانيين سبحان الله ولا هزير نساء زي رجالي هي رجالي
يا حافظ شيء والله وايد جميل. هذا زي التقليدي مالهم الاصلي، التقليدي الاصلي زي ما الخميس العربي بس هم فيهم لفه. وهذا المحل كله بالعيش، كله بالرز الرايس. كيف هم كانوا قبل فقراء اليابان اصبحت من بس بس فقط اكل المطر فقط من الرز اللي يقصدونه بشيها بالرز، انه من شيء رخيص وصلوا الى كانوا فقراء. من وقت ما كانوا فقراء من من العيش سووا الحلاوه، سووا الحلاوه. شوف هاي كل من العيش من الرز، من الرز يعني ما في شيء يغلبهم، ما غلبهم شيء. من العيش اخترعوا مليون شيء، مش قالوا نحن فقراء ما عندنا بس الا عيش، لا، من العيش سووا مليون نوع حلاوه بس من العيش. فلذلك الانسان كل من اجتهد وفكر رب العالمين ييسر أموره. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. كيف أذوق حين أسجل؟ عادي خذ واحدة بس. وربي أن بمسك الامبريلا. أوين أوين نقيت العودة هاي من الرز كمان ملحة شرطة من الفراخ. أيوة. هي والله بالتريق وحده؟ لا خلاص نحن ظاهرين بناخذ. تبون ابراهيم طعمه منه؟ هذا شيء فنان. من الرز والملح. ايوه انزين تعال هنا عداله وبيعطيك. هذا شو يسمونه خالد؟ فراخ، عباره من نوع الفراخ، شريت الفراخ كانه من عيش. فنان محمد؟ هي والله تبونه؟ خلونا ناخذ الحين، منو بيشل عاده الحين؟ اوكي انا بهذا. انا عيبني لفت انتباهي هذا، ها قلت له شمنه؟ قال بعد من العيش. هذا بعد من العيش. والله وايد لذيذ. سامحينا عمنا بنت كل شيء يودي هنا خلاف عاد اعطيني اياهن. Thank you, thank you, thank you. أشوف والله عليك، أشوف ها. كل من العيش. شو بطالع، شو بطالع، شو بطالع، شو بتخلي. هدية بيسووها وبيأخذوها كمان في ال. هالمراوح القديمة. أيوة. هالبدائية الطريقة أول ما صنعوها. ما صنعوها. أيوة. ورق بسيط. شفناهن في الافلام الابيض والاسود عند المصريين الاول، اول ما ابتدوا التصوير الافلام قالوا جايبين فكره من اليابان. ثانك يو ثانك يو فيري جود ثينك ثانك يو ثانك يو. برلتي عادل من ثقافات اليابانيين ان هذا التمثال ها اللي تشوفونه تحدون الاول في التكاس يحطونه البتان فوق على 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 الطبلون اسد ويهز ويجولع. هذا الله يسلمكم عندهم في اليابان اللي يجلب الحظ في معتقدات اليابانيين. التمثال هذا يجلب الحظ. كل بلد ولها عاده سلكهم و... ها ثياب حق ثياب لبس حق الكلاب والقطاب. وهذا محل ابوي طول طوله طول وعرض عرض بس للتشوبستيك. هذا اللي ياكلوه باليابانيين اللي شرت العصي. كل نوع وشكل عندهم. هذا بالذات شيء له ترتيب، شيء عندهم له طرق وله مقاسات، وشيء وايد عندهم مهم لانه ياكلوه مثل انت الحين ما تهتم في ديك واسبوعك، هم هذا يهتموا به. انهم يعني شيء مخلد عندهم او يهتمون فيه زياده عن اللزوم. مثل ما نحن نهتم بالسفر او العقال، هم يهتمون في الاشياء هذه. اشياء مهمه يعني عندهم هل ياكلوا به. ها طريقه التحضير. كل شيء بعين الخبز. بعين الخبز، بعين العيش. ها كل شيء عندهم. كل شيء عندهم من مشتقات العيش. سبحانك يا رب. بيتشيتو ها
شكله فنان والله. البني هذا مش شوكليت صح؟ لا هذا مش شوكليت. فاصوليا. فاصوليا حلوة. ليش قلت لك هاي لما كانت اليابان الناس بتفهم على اليابان لما اللي هي الغنية، لا اليابان لما كانت فقيرة كيف من أبسط شيء شو سوي؟ هاي الفاصوليا أسوي منها الحلاوة، الرز كمان، العيش. هاي إن شاء الله حنخلص. نسيت اسمها، اسمها صعب. إبراهيم خذ شيء. إبراهيم هم اشتروا لنا بيطعمونا منه، لا تأخذ أنت. إبراهيم عطاني واحدة من هن هاي اللي خادمينه. وأنا سألكم شو هذا البني اللي داخل؟ فاصوليا. هذا تمر. معقولة في فاصوليا طعمها سويت لهالدرجة؟ يطبخوها زي الكريم تصبح بعدين. هي والله شكر يا غير دبس شرات صح. هو نيلا بطعم مراح كله يا حبيب النبي. هاي شيرة السكورة اللي يطرونها، السكورة اللي تمتاز فيها اليابان، ولا توجد أي بلد في العالم فيها شيرة السكورة إلا في اليابان. الحين بادي من قبل يومين التزهير، بعدها لين مدة 10 أيام 15 يوم تتغلب تغلي هاي الشيرة كلها لونها زهري. حانك يا رب. في أشجار وايد تشتهر فيها اليابان، من ضمن هالشيرة هاي كلها شو ورود يا غير. هذه عادة المعترف فيها متعارف عليها ومعروفة عالميا انها في اليابان وهالوقت ظهر. انت حين وين ما نمشي شال له هذه صورتي هنا. هي علشانك انت ضيف نور ترافل، وهي وكالة الاسفار نور ترافل مستضيفاتك، علشان هي يعرفوا هي مطلوب منا من وزارة السياحة علشان استقبال خالد بكل أي جايد. مشكورة مشكورة، ومشكورين بعد وزارة السياحة على الاهتمام بخالد الخالدي، بارك الله فيكم. وهذا المعبد اللي احنا زايرين. لا 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 ندخلوا ولا عندنا خبر. ممنوع يعني يدخلون ولا شو؟ ها هيك ان ما حد يلبسه هذا. هذه على الله يحفظكم سوق أساكوزا، هذا حين نهايته. مشينا في السوق هذا التقليدي من أول لين آخره. يظهر آخر شيء المعبد، المعبد مالهم. مقابل بوابة المعبد تيك شيرة الساكورا هاي اللي تشوفونها. شيرة جميلة في منتهى الجمال، منتهى الروعة. مقابل المعبد. وطول الطريق كله متشير هذا السكورة. كم عمر المعبد هذا؟ 130 سنة عمر المعبد. يمتاز هالمكان جمالية وشكل غريب عجيب. سوق تقليدي عريق في منتهى الروعة ومنتهى النظافة. الأعلى برج عندهم موجود في العالم من بعد برج خليفة يبعد من الموقع اللي نحن فيه 15 دقيقة مشي. ولفتت انتباهي الشيرة
تاخذ العقل ضروري ارويكم اياها. سبحان الله ما ادري ممنوع ادخل هذا شو ما زين هالشيء اللي يشوفها من بعيد يتحرى هالشديبه وهي صبليه. اي لا هلا الله سبحانك يا رب. الشيره هم من بعيد تبين كانها مش حقيقيه وهي حقيقيه. لما تشوفون هذا المدخل الرئيسي اللي تونا جينا منه. مشينا هذا الطريق بكبره. وجينا ها خطفنا عند شيرة السكورة هذه ها. وهذا بعد بوابة ثانية للمعبد. وانت تمشي يظهرك على المعبد الرئيسي. المعبد الرئيسي مالهم شو اسمه؟ معبد ساكوزا. هاي على عندهم بوي ممنوع انك تدخل انت المعبد بريحك كانها وهف ولا سقم ولا شياته. تتدخن ابوي تتروح وتتعطر تدخل ابوي المعبد ما وانتهى مما فضل عنك. لازم ابوي تتروح تتدخن وتتعطر وعقب تدخل المعبد مالهم. هذا عدنا احنا الحين في نص المعبد البوذي. هذا عاد امنوا ونحن ظاهرين من المعبد. طقوس وعادات هذا قانون الدنيا يعني. الدنيا هذا قانونها وهذا سلكها. كل بلاد لها طقوسها ولها ناس كيف يتصرفون وكيف دياناتهم وكيف الناس عايشة. هذا حال أمم. كل بلاد تعيش الطريقة اللي هي ترتئيها مناسبة للناس اللي عايشين فيها وحسب تخاليف يدودهم وكيف استوى وكيف ربوا وكيف الله انشاهم والى شو آلوا يعني الى شو وصلوا. والله وصلهم لين هالمكان وهم هذا معتقداتهم. وكل انت خاصه انت يا ضيف مالك الا انك انت تحترم كل بلاد انت تسير لها بعاداتها بتقاليدها. ما يزل لك تم في بلادك ولا تسير عند اللوادم تقول هذا فيهم ما فيهم علمهم خبرهم ما يخصك. كل بلاد ابوي هاي طريقتهم. العالم الموجود من كل بلاد في الدنيا العودة. السياحة عندهم من كل أوروبا موجودة من جميع أنحاء أوروبا. وأكيد أن في عرب لكن ما أشوفهم كثر العالم يعني وأكيد الرقم ما راح يكون وايد كبير لأن البلاد بعيدة. لكن 8 ساعات يعني أنت تصير لين 8 ساعات لكن البلاد تستاهل من يتعنى لها. البلاد لها تاريخ طويل عريض. بلد عريق امبراطورية لها تاريخ يدرس الأكاديميات والجامعات من عشرات ومئات السنين. لذلك البلد ها وايد جميل
لكن يبالي مد اللي بيلس فيه يومين ثلاثة وخمسة ما يسدن. أحد منكم يقول ما بغاوي المكان إلا جميل وفنان وما شي شراته الزين، ما يباله شيء كان معبد أو كنيسة أو مبنى قديم أو سوق أو شيرة براحة بحر بر يبل الزين زين، ما يباله كلام. لا يختلف على ذلك اثنان، وهذا معبدهم غاوي، ما بتصير الحين أروجع فيه يا أخي. غاوي فنان يميع الفصوص ويميع المزاري والفضي والذهبي دنيا مختبصة، شيء جميل وغاوي وحلو. بقول ما بحلو، مارو فنان ومرتب وغاوي وخلق الله ومداخن تفوح والدنيا ويميع العجراس وقرقش 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 وشي غاوي وجميل ولا شيء شراته. يلا عاد بحد يقول ما بغاوي، ها فوق منارته والدنيا حلو حلو، مكان يرزق انك تتعناله تتفرج تطمش تشوف بلاد ماتش ديته وتشوف مكان ماتش شفته وتشوف اواده ماتش تشوف شراته بس، والدنيا مطرجة. وحتى معزل على الفقير تصورك ها آه. انا صورتك فيديو وحيد ابراهيم ما بالله صوره تروم خلاف ابوي انت هاي يلا فيديو صورتك اوكي يلا آه. ابراهيم لا تضحك هالنمونه ان شاء الله اذا برايك برايك سوي اللي تباه ما في عقب يقولوا تشرى هو انا قايل لك لا تضحك هالنمونه ان شاء الله خلاص لا ما عليك خذ راحتك براي اسوي سوالف يصير نحن حين امنه ما اسمع حسي صار سنين عمرك وين بنسير الايطالي على كل نتغدى فيه زين الحين بنسير نتغدى في المطعم الايطالي وخلاف وبعدين بعدين حنركب العرب القديمه هاي التقليدي تدخين في اليابان شيء ممنوع مره واللي بيدوخ ها يوقف عند الماكينتين هاي ويشاهدهن ويدوخ ويعق جقاره ويصير ممنوع الدوخ وانت تمشي في اي شارع في اي مكان في الاماكن المفتوحه في كل مكان حتى على البحر على النهر ممنوع الدوخ. بتدوخ تشاهد هالماكينه ها انت تحط وجهك في وجه هالماكينه وتدوخ لين ينقع راسك تعقب ويه قطف السيجاره وتطرج ونا ترى مطعم للغداء لكن من كثر اليوع اللي فينا ما وحالنا نخبئ ما وعينا بعمرنا ابوي لكن حطينا الغداء ابتدينا في الغداء الجماعه ابوي طلبوا هذا هم طلبوا من المطبوخ قوم ابراهيم ما يحبون اللي شراتي انا احب السوشي هذا اللي ني بني قوم محمد ابوي لازم قال ابوي نحن بعيش نبي شيء مقلى فيا ابو لهم هذا ما ادري شو مقلى وهذا ربيان بعد مقلى وسوب هذا سوب على اساس ما يندرش هم عيبهم تي انا طلبي انا بغيت هذا انا هذا طلب لنا هذا ها رد علي الخبر ها شو رايك في الشوربه؟ يا سلام شوف الله يعطيك طعمها طعمها تقول طعم عقبه هي ترى هاي نكهه العقبه شوربه بنكهه العقبه اي والله لك الطعم زين ما عليك لكن بنكهه عطبه ابراهيم طعم عاد انت طعم ما زينه بسم الله ها بعد تقول ما بزين آه. يا ويلك من الله هذا توني صمصمت على الصحن كامل هذا شو هذا شو بيض هذا حبول جمال حبول ني غاوي ما تنعل يطرقع تحت الضروس شفته غاوي كذاب حرام عليك غاوي بعد ما صرت قال انا ما ابغى مجبور لا مش مجبور في الاكل ما حد يجبر صح حد يجبر الثاني ابراهيم وهو دائما ما شاء الله عليه زي ما صرتنا انا وانت الحمد لله
يقول مب حلو ويبلع، يقول مب حلو ويبلع. يا رب بالعافية، يا رب يا رب. ما عليك، لا لا هم عيبة. ها سوي شي ما رمت عليه، انتزر بطني لاني كلت هذا صحن كامل، كلته وها ما رمت عليه، وهي جريته شد ما كله صحن كبر، صحن من هاي الكبار، وقلت لها انا ما اريد، قالت لها ابوي لا ترد ولا شيء ببلايمه، ما شاء الله عليك نبتي ها قرب الله. شاسمه واتس هير نيم، شاسمه شوري، وات يو اي تو ماتش ما يبين. ها قرب الله تو ملايم الدنيا والدين. ابراهيم نبيه شو تطلع عليه؟ هي بلبس حليلها وهي تاكل ما شاء الله. تلايم قصده؟ اي نعم تلايم. نعلم بالعافية عليها بس كيف. أمينة آمنة شيء فوق مصلى صح؟ في مصلى في هالمكان. كيف يعني؟ هل ان كل مطاعمهم في مكان للصلاة؟ بس هي مطعم وفي المولد في مكان للصلاة. كيف؟ يعني شيء عادي يعني؟ اي اصبح الحين هم بيروجوا في السياحة للعرب، اي شيء بيرفه العرب هم بيسووه. جزاهم الله خير. يلا ابو احمد ابوي صلاه يا هي صلاه. يلا ابراهيم يلا بسم الله غايته من امام انا. هنا اغلبيه المطاعم يحطون فيها قسم للصلاه اغلبيه، يقول لك الحين اعطني جايينهم امر من الملك والامبراطور، هتي وتصلي زاويه تصلي فيها، كل مكان يشيل نفر واحد عاد هذا صلى حق نفر واحد. احنا نبدأ نصلي جماعة. والله يا محمد شو بقول لك، لا ما الله من يلوم هاللي يتخبروني، قالي لي والله تشال لنهم هاي حد واصف لك مصحة حق تعالجهم. العظيم قال واصف لك مصحة تصير تعالجهم هاي. دور مصحات. عليكم السلام ما شاء الله. هلو هاو ار يو امنه، ما خبرت منو هذه الحين؟ والله حليلهم. شكرا. عفوا حليل. يلا يلا هم هاي اللي بيسوقوا بنا الحين. شوف هاي البزمه وهي كيف الترديشنال حقت العربه هاي حي. والله أيوه. هذا اللبس التقليدي. ايوه هذا اللبس التقليدي، اللبس التقليدي مال العرب اللي احنا نركبها. ايوه وهي الاونر حقتهم هنا. ايوه والعربه وين الحين؟ العربه ويني؟ My name is Yoshitoki Hirata. والنعم. Your name? My name is Daichi. والنعم. وانت؟ Yes. Utah. والنعم. والنعم. وانت سانا؟ ايوه هي عرسان. هاتهم عاريس حليلهم. ما صورنا ولا صور. ايه قم. حليلهم هاي. حليلهم. هرب هرب. وين طاحت بها الفنان هي؟ هي روحها فنانة بعد. اي والله ها. يلا هذا ابوي شركتهم ها مال العربات. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو، كونغراتوليشن. اهم شيء محمد عندهم في هالبلاد هاي الربانه. تلف بها الشوارع. ها؟ تلف بها الشوارع. تلف فيها المنطقه هاي كلها. هو متروع. زين. الحين شاف اربعتي انا. هيبه. ده هذاك كان ما يتكود يلحق صلاح.
خوزي آمنه آمنه خوزي لا يطيح عليك خوزي هادي محمد يلا ارفع ريولك تعم مرة قادي يلا فوق ما بطيح خلص ايوه رقم واحد يلا حب ادور انا عدالك ابراهيم يلا يلا الغالي طالع اعطوني صدي برموس ها وي بليز اب ذا بلانكت ايه ذس فور مي يا سور اكسكيوز مي سو بليز هاي شملونك شمال كل حد بشماله Thank you. Yes. حليل هم. هذا أبوي شيء ضروري عادة في هالبلاد ولا تستعمل هالشيء هذا ما يستوي. خديجة تريونا آمنة لسيرون عنا بعيد. لا لا احنا هنا خير شعوب نفس المكان. نزيل. احنا حنجلس بس في السيارة. نزيل سيارتنا وين الحين؟ زين يا ربي كم حط لنا يا سلام يا سلام ها 1 2 3 يا عزيز حالك مع السلامة المعرس may I take picture for you? No, we are fine. Okay. Okay. So, let's go. Let's go. Hi. يا محمد يا عثرت يا عثرت فقير هالمومن ما اشوفك محمد مظلم هالشيء تقليدي عندهم اوكي ماي نيم از يوتا والله والنعم يوتا ثانك يو يوتا ويلكم تو جابان يوتا سو نيهون وحبيبي فيرست تايم جابان تو فيزيت جابان No, this is second time. Second time? Yes, but this is the first time we are coming to this place. Oh, really? Wallah. Thank you, thank you. Thank you. We are very happy to see you. No, it's okay. No problem. Very light. I'm Superman. Superman, mashallah عليك. يا الله يعافيك. Mashallah عليك. نحن روحنا وزننا 200 أظني. شايف رايم؟ Mashallah عليك. مقواه. الله يحفظه ها ثيف يس ستيل ماني ايوه واو او سر هيز ثيف ها ستيل ماني ايوه لايك ا ميشن امبوسيبل ها لهم قصد عادهم في الصوره هاي وتنتهي لك انا ما عاد ما فهمت كلها سواق التقليدية خمس حرامية مسورين حاطين تماثيلهم في المكان هذا في هالشارع مشهريبهم تشهير تشهير لأن شيء منكر عندهم سرقة وهاي الأشياء شيء من النوادر يستوي مازين اللي هالفرجان وهالخنيخيشات مازينك يا هالمكان هما دساميل دسمات very tall additional item thank you شكرا عفوا ما زين لحل الشرف ما زين شيء جميل and this is Japanese cosmetic shop cosmetic shows yes. shop
for geisha. You know the geisha? Sakin? Geisha. Geisha's face is white. Hey. And the cheek. Hey. And the lip. Hey. Wear the kimono. Hey. Do you know? You don't know? So wait a moment. Ya Rabbi. I have the picture. ما انت شيء براوين الحين ايوه هي يس they are entertainer Japanese traditional entertainers ايه مال الميك اب الياباني محل اغني مال الميك اب الياباني التقليدي this is our Sensoji temple Hey. Will you be in this? Yes, we've been. Yes. Oh. Today we saw them. Yeah, this is 1,400 years old. Hey, hey. Hi. مرحبا مرحبا ابو احمد ما اشوفك مرحبا مرحبا مقمط ما شاء الله عليك وحالك علمت اليوم يوم الهي يوم يوم الهي يوم يوم الهي يوم يوم ري هي اليوم يوم الهي يوم يوم ري لا اليوم يوم ري اليوم يوم الهي يوم يوم الهي اوكي سوري ايه اليوم يوم الهي يوم يوم الهي واليوم خلي بيصير هلكنا من البرد ما بيعرفونها صعب عليها خلاص نوني ثانك يو يوم الهي اوكي يوم الهي يوم يوم الهي يوم يوم الهي اليوم يوم لا يوم يلا يلا يوم ما شاء الله يقوي العفاريت فيه والله ولا كان ير اوادم هل كل واحد فينا طن السلام عليكم ما نضف إلا بلادهم إلها منطقة شعبية مفروض يميل الحليط فيها How many days do you stay in Japan? 10 days 10 days يس ما زي هالشرة عندهم عناية بالورد بطريقة خيالية مختلف أنواعه يموتون على شيء اسمه ورد سكورة إذ مكارة سكورة شو؟ مكارة سكورة المكارة وحالك مرة غرب الله تعدوك يا صليطي ما شاء الله لقنا فيروس خطير Here is Orange Street Orange Street ها اسم Because this gold color is orange إيه It's a recall Orange Street والله بعد هاي الفكرة زينة. Yeah. This person wanted to make a flesh town, NL Beach town. والله فكرة حلوة يعني. والله فكرة وايد جميلة. إن حد في مثلا شيء مكان يصبغونه لون معين يعني. الأرضية القار يسوون لونين لو ثلاث ألوان. هذه حلوة يعني منظر. ديكور فكرة حلوة. In this street, each platform has each part. For beauty and for. شوف الورود عندهم. بيموتون على الورد بيموتون. هذا عاد الحين ترى الرجال اللي قدام يعرف العرب يقول لهم هذا الشيء الفلاني وهذا الشيء الفلاني وهذا الشيء الفلاني. وانت ماشي. عندنا الكهرباء الاول. شرات لي الأول في فرجاننا قدام كل بيت حطبة من هالحطب هذا بيكون فوق الجملة مال جواتي
يا والله ان اسبوعي متيمدات. هذا بنيان هو القديم. طريقة بنيانها القديم يقول لك. This door. This one. 230 years old. Yes. So we have the garden inside. Uh-huh. There's very nice garden. We have small lake and the cherry blossom. Yes. Inside. Inside. We yes. can't go inside? You can enter to inside right now. Only this season. Yes. Only in spring. Spring. Yes. Spring. But entrance is there near the temple. Okay. Yes. Good place, very good. I think yes. نفرين بينزلونك. خبلت بهم يا محمد الله يهديك. اسميك يا محمد. What is this? Oh, this is a postcard. Uh-huh. And a sticker. Lecture sticker. This is for us. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, my thank brother. Thank you so much. Thank you. Shukran. Shukran. Yalla, thank you very much. Yeah, thank you, thank you. Bye bye. مرتب بطريقه خياليه. وين ما سيل الاستقبال ها والضحك وين ها شي طبيعتهم طيب. فايف الحين وصلنا هذا. هذا كله قدام اللفتح انت تشرح ما ادري شو تقول لكن اظن تقول تحملوا على اعماركم والله الله في اعماركم قدامكم الرحمن وما عليكم باس يعني جماعه ما شاء الله يتريون. كل بلد تعتز بثقافاتها وتعتز بالارث اللي ليلها بالارث الياباني عندهم لوحاتها اللي تشوفونها انت وحينه الإنارة طريقتهم الإنارة من الأرث الياباني مالها بروحها. شيء جميل ارتفاع 634 متر. ضبابة غميضة ما بنشوف شيء ابوي ما يبين شيء ضباب ابوي ما يبين
شيء ابدا. قميضه جيت جيتنا على الفاضي يا خديجه، جيتنا على الفاضي. ايوه ضباب، يعني ما تشوفون شيء الحين، مفروض نشوف هالدنيا كلها. الضباب هذا حسب كنا بنشوفه زي هيك مره حلو المنظر، بس ضباب ضباب زي ما تعيدين ضباب. ليش ما ليش حسب برنامج يعني. عشان برنامج ما نقدر ما يسوي يتغير صح. من المفروض هذا المنظر اللي نشوفه، من المفروض يعني هذا المفروض نحن نشوفه، كان سبحان الله ما لنا نصيب. ليه هذا في الليل؟ اي والله خليك وحده حظ نصيب. ايوه حظ نصيب. ها ثانك يو. بس هي هي هاي هاي هديه من اليابان. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اي شيء في اسعاد الزائر يسوونه، ما بيعطونك شيء تريونك تعطيهم شيء، لا والله ولا ابن الشادين. كانك ما يبون وراك الا الابتسام والصوت المنخفض، ما يبون وراك اي شيء السايح. بتيهم في بلادهم لازم تراعي شعورهم، شعورهم انك انت ما تعلي صوتك وانت تتكلم والابتسامه ما تفارجك، وايد ضروري. قد امنه يمكن علشان ما في زحمه، يعني انا شفت ما في زحمه لازم شيء غريب علشان اليوم المطر كثير في ضباب. سبحان الله ما لنا نصيب، الله الله ما كتب لنا رزق في هالمكان نشوفه زين ما زين. لكن ما عليه شفنا الاضاءه بهذا هنا هالنمونه تشوف ابوي عبارك انكم وايد من فوق. شكرا يا حافظ على هالفت مهزيل. وصلنا إلى قمة، أعلى قمة. لا قميضة يا ابو اخي الضبابة، مشكلة الضباب. هذا ابوي كل تاريخ اليابان ابوي فوق قمة 46 51 ها كل الحقبات ها في عصر الامبراطورية وكيف والشخصيات الفنية والحكام والممثلين وما ادري منو كل حد هالين 74 الحين عبر وصل الحين هناك. قاربنا 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 على وقتنا الحاضر لين حينه في عجلة الماضي سايرين عجلة المفتاح 95 ها وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير. ممثلات ها؟ ايوه الرقص هاي حبة الرقص. والزي شو هذا الزي هذا؟ الزي شو هذا؟ اللبس هذا؟ لبس هو اللبس
حقت الرقص الفلور حقتهم. شو رقص الفلور؟ حقت الأوبرا. ما الأوبرا؟ أيوة. هذا شيء هني وايد ما سجل ما تصورنا. الليل طويل العريض أبوي يصورونها ها يلهني ها يلبسون الزي هذا ها. هاي حين بيشيلها الريش أولا يعني بتسوي شيء بيشيلها الريش. حليل مساكي قد ما تدوني يوزلهم وكل يشوفونه فنان وكل يشوفونه غاوي ناس بسطاء ما عندهم اللوات والكلكشية اللي عند البلدان اللي من غير اللي عند البلادين مش موجود ابوي عندهم كلكشية ولوات وزعيج وغير ما شيء. هدوء هدوء حبيبتي نزول صد فوق ليه توازن شو ها توازن عندك بكبرة انا متوازن عندي مدرس اوكي こちらは春夏秋冬の夏のエレベーター、隅田川の空でございます。東京都墨田区では隅田川花火大会が有名ですが、その花火の様子を地元の伝統工芸、ドキリコで表現しております。 This is our summer elevator called Sumida River Skies, featuring the image of a famous annual fireworks show depicted with traditional Tokyo cut glass called Edo Kiriko. يلا ابراهيم أبوي شو قاعد من عمك شو عرفك من عمك شو قال غوزايماس غوزايماس شو يعني غوزايماس شو يعني غوزايماس ها اي جاتو كنا الله يحفظكم في سكاي تري والحين نحن وين في شيناغاوا شيناغاوا هاي منطقة هاي شيناغاوا محطة القطار هم يسمون الأماكن محطات القطار ها شو العالم نحن وين سايرين الحين رايحين للمطعم وين المطعم في شيناغاوا أيوة بروح من هنا بس يتعشى يعني يا ربي كم تتجولب كم تتجولب كم تتجولب كم تترامى يا فضايحنا أنت تشوف حد يترامى غيرك أنت ما حد إلا أنت تترامى يا لومنا يا ابوكم فيكم يا اليابانيين انا بعيد ابوي عن السيايير قالها انت لا نصرط متريجين متغدين متعشين فوقه 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 وين الدليل؟ عامل وين بنسير؟ مطعم ايطالي هي شيناغاوا الحين هل الحين هذا ما كان مول؟ مول ولا شو هذا؟ هو اوتيل هنا فرنس هوتيل وكمان هي المطاعم هنا كلها بس فرنس هوتيل من هنا احنا هاي الفندق وين السليطي؟ وين محمد؟ عبارة عن مجموعة مطاعم ها مطعم ايطالي بعد؟ شو حين؟ هي اللي بتشوف الحظ حق الشعوذة بيسموها هنا ما الشعوذة؟ يسوون طبوب يعني؟ لا بيشوفوا لك الحظ والله ايوه بالله كتشينة يا ويل وها بترخيص من الحكومة وكل شيء يعني؟ ايوه والله يقرن الفال يعني انت تسوينها قراي الفال؟ ها الياباني
آمنة. أيوة. آمنة ولا أمينة؟ آمنة. خلص برنامجنا اليوم صح؟ زي من الصبح لين الحين وين رحنا؟ احنا رحنا للأساكوزا الصبح، بعدين رحنا المعبد حق الأساكوزا، وبعدين رحنا لسكاي تري السوق الشعبي، واجينا شيناغاوا. شو شيناغاوا؟ هاي شيناغاوا. أيوة. لكن هذا سكاي تري ما استفدنا من، كان في ضباب صح؟ ضباب صح. إذا يكون في ضباب ما في فايدة. ما في فايدة. إي والله. يعني ما فيش ولا حدا فيه، بس عشان الريزرفيشن. إي والله. ما الله كتب لنا نصيب. نقدر نجي مرة ثانية صح؟ أيوة. مع السلامة آمنة، شكرا جزيلا. بس في محطة القطار بتشلها حينة. نحن بيودينا أبوي ربيعنا. يا رب نسيت اسمه. اللي حب نبر. Where are we going? Imperial Hotel. No, there is a street near Imperial Hotel. Imperial Hotel. يا الله. نسيت شو اسمه. هذي ما أقوله. Look, there is road near Imperial Hotel. Imperial Hotel. Near. Not Imperial. Near Imperial Hotel. Too many people walking and. Walking. I don't know. Sorry. No. Everybody's know very important place. Sorry. عين الماء. I research. يا الله. قم فتشت الحين. مساء من الصبح حافظ انه والله لسه. شو اسمه؟ خلاص انا عرفت ترى ما حد قال. جينزا. جينزا. اوكي جو جينزا. And we will go walk to our hotel. Oh. Huh? But very heavy rain, okay? Heavy rain? Heavy rain. No heavy rain. لا 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 جنزة نير اور هوتيل صح؟ Is it right؟ شو اسمه الله يخرب الانسي. What's your name؟ My name is حيات. ما شاء الله. حيات. حيات الحين الاول واحد يبيع جد في شبرة العين يسمونه حيات. والله الضارب يوم الشيبة جد الضارب يوم صبوح الخوار مصبح من سنين. والله ما تتذكرونه حياتي متوفى ولا روح توفى؟ لا ما يتم اليومين هي من 40 سنه شيء اكيد مات. Now there is 2000 people in Ginza road. Ginza Imperial Hotel is walking from people hey. 2000 yes. Too many people. Too many people. خلاص good. كيف يعرفون ان شال كثر عوادم في الشارع؟ Today my driving is over. Hey. Tomorrow another driver. Why? Sorry. Yeah, Baba, you are very good. Thank you very much. Tomorrow they will send the new driver. New driver, another driver. But we need you. Thank you. Ya Allah. Ibrahim. بيغيرون باكر الدريوة. زين طيب الدريوة. Hey والله. Ibrahim أنا ما أشوفك. ولا أنا أشوفك أبو محمد وينك؟ أنت مرة دا في زاوية هناك ظلمي خلاص تعبت تعشيت عادة حطيت مخفي؟ هاي مخفي ها هذا هي السيارة تشي ظلمي إيه دبي جينزا شارع جينزا هذا اللي العالم كلها تي مثل شانزليزيه عندهم the same شانزليزيه الحين عاد بجريب نحن من جينزا ثلاث دقائق ساير ببينا رجال هو بني تمشى وياني عندكم هذا في جينزا وريال ان شاء الله اللي بصور بتعرفونه انه رجل معروف عندنا في مجال الاعلام رجل اعلامي مخضرم ابراهيم تعرفه؟ ابراهيم هنا نعم هنا من هو شو اسمه؟ هيثم الحمادي تبع شو هو؟ والرياضه ما شاء الله عليك بلاك ما تعرف الرياضيين انت بلاك ما تعرف الحد من انا تركت المباريات خلاص والسبب شو تركت المباريات؟ الاصابه اللي هي شفت الكاحل ما شاء الله شفت هذا وهذا الكاحل تفضل الكاحل قال لكم انا بيجينا رجال من ساعه وهذا اللي قال اسم الرجال شو قلت اسمه؟ هيثم الحمادي انت من ساعه قلت ما تعرف؟ لا ذهب انت هذاكي الحين حفظته
الحمد. هي هذا ابوي هيثم الحمادي. والله ابرك كم ساعه اشوفه. كيف انت؟ طيب الله. كيف حالك؟ خير. شرفتنا شرفتنا في هالمكان الفنان. مبونه هاي يقولون مكان الامبراطور الامبراطوري. الحين ابوي يا حد زاد على الامبراطور. الله يطول. لا والله الامبراطور محمد. الله يحفظك. يعني الله يبارك. الله يوفقك وانت ريال طيب. جزاك الله خير. وسان عفوي. وانا احب الانسان العفوي. يعني الله يبارك. وانا اقول حق متابعينك دائما العفويه لها سلبيات تبعد. هي اكيد. يعني الانسان ما يخلى من اخطاء. فالله يعني ان شاء الله الناس يتقبلونك باخطائك وبايجابياتك. اللي يبه بيتقبل. نعم. واللي نعم. ما يبه نعم. يسمون يصطاد بالمي. انت ريال تتقبل النصيحه. اكيد. انا يعني انا والله ريال هذا اعرفه ريال يتقبل. الطيب انت. الله يطول عمرك. الطيب ابوي اللي نسلك من ظهره. هذا الطيب. الله يطول عمرك. وكل حد ابوي ينتمي الى بلاده ترى طيب. صحيح. جزاك الله كل خير. انا بس بعد بقول شيء ثاني. ترى خالد اليوم جاي عن طريق هيئة السياحة اليابانية. يمكن أعتقد أول شخص من الإمارات يتم التعاقد معاه للترويج لليابان لمتابعينا في الخليج وفي الإمارات تحديدا. فهذا شيء طيب بعد. الحمد لله. وانت تراك تمثلنا هنا. جزاك الله مثل كل الإعلام. إن شاء الله أني أروم أبيض الوجه. لا وكل شيء الحين محسوب عليك. إنزين. حاب خلني زايق. إيه لا شد حيلك شد حيلك. الكلمة قبل ما تظهر توصل لهني وتنزل. لا. ترقى وتنحدر ترقى بالزياق. شد حيلك شد حيلك. الأمهات يتابعونك والريايل يتابعونك كل حد من كل شرائح المجتمع يتابعونك. الحمد لله نعمة. الله يوفقك. نعمة يبال الحمد لله يوفقك. وانت الحين لازم تخبرنا ليش جاي هالبلاد. ضروري هات خبر العرب. انا والله صدقني انا مو نزلت سنابات. لا هيثم الحمادي. نعم. شو سبب زيارتك الى طوكيو؟ نحن نجهز فيلم وثائقي عن كأس دبي العالمي. وهاي التظاهرة الكبيرة تقام مرة في السنة لأغلى سباقات الخيل في العالم تحتضنها وبكل فخر إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من أصحاب السمو الشيوخ يطول عمرهم. آمين. اليابان لها قصة في كأس دبي العالمي. اليابان جزء لا يتجزأ من هاي الرياضة. والله يطول عمر الشيخ محمد. قام بزيارة طوكيو عام 2011 وزيارته كانت بسبب فوز اليابان في تلك البطولة في ذلك العام عام 2011. قصة جميلة راح نرويها بالتفاصيل في الفيلم. أنا أشكرك خالد أنك أنت يعني خليتنا نتكلم عن هذا الموضوع. وايد ضروري اني انا اعرف ولا اخبر لو بطري من غير ما اخبرك ما بعرف اجيب. عاد نحن ما بنحرق الفكره كلها بس ننتظرهم ومتابعتهم يوم 29 و30 الشهر ان شاء الله. هذا اللي علينا. اي نعم نعم 29 و30 بالتوفيق. بالتوفيق. شكرا اخ هيثم مشكور عمي. وشكرا على الزياره وشكرا انك اتحت لنا الفرصه نتعرف. انا ما انا ترى على فكره انا اول مره بحياتي اشوفك وعيبتني شخصيك شخص طيب وفن. انا يوم دقيت لي تيلوق في خاطري هذا ابنه انا ما انا قالوا لي الشباب ان خالد الخالدي في اليابان. هي. وقلنا لو ما تي معنا في هالوقت يمكن تعرف لان في البلاد كل حد مشغول. جزاك الله خير. فقلنا فرصه خير. وفي الغربه سبحان الله يوم تشوف حد من البلاد يعني هي والله. اي نعم. جزاك الله خير. الله يحفظك ويوفقك في مسعاك. جزاك الله. اذا كان مسعاك طيب وانت ريال طيب الله بيوفقك. توفيق عند الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. ولكم بالمثل. مشكور. هذا محمد الصليطي وهذا إبراهيم توفيق من عز ربعي. والله ونعم. هي نعم. هذا محمد الصليطي تعرف وياه قبل ما قبل ما يخط لي الشارب. نعم. هذا اللي تشوفه ترى ذهري أكبر عني. يمكن أكبر بأربعة. زين. ما شاء الله. وريال كم أكبر عنك؟ أصغر عني بعشر. بعشر؟ هي والله. ما شاء الله. هي والله سبحان الله. شكلك لاعب ارتكاز قبل أنت. لا حسن. ها؟ ما تلعب قبل كرة؟ اخوه جاسم توفيق اخوك. ها والله صحيح. شت قايل بشوف شوي شوي فجيع انت. ايه لاعب معروف جاسم مسي عليه بالخير. لاعب منتخب الامارات في نادي العين. جيل كان طيب نذكره. كان ولا ما زال؟ لا لا خلاص والله تزال جاسم. كم ما شاء الله في الاربعينات حافظ الاعمار انت. اذا جاسم 52 عين 72 ترى يقول لك شحفان الله يرحمه شو قال؟ اذا تبى توالف سو سوالف. زين هذا هو اللي يمشي الحين. وين اسوي سوالف؟ يا رك الله يا ابراهيم يا رك الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله ما زين لابتسامك يا ابراهيم. يعلى الله يحفظك. يلا 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 غايته غايته. يلا يلا شباب يلا. الله يحفظكم كنزة وانت يا كنزة وكنزة وكنزة. هذا كنزة جيت عاد متى
يا سلام سلم على النيسان. يا سلام سلم. جيت الله يحفظكم قبل 3 شهور. تمشينا فيه وسيرنا وينا وعرعرنا تعرعير السنة في دقيقة. هذا عادة عبارة في اليابان في طوكيو عبارة عن شانزليزيه. يسمونه شانز طوكيو. شانزليزيه طوكيو اسمه. ترى جميل والله. أشياء وايد اللي فيه. بنايات مميزة وأشكال وديكورات. يعني ترى وايد جميل. هذا أبوي أول الشارع اللي هو هذا كنزة. شو هالبناية؟ هذا الفندق اللي نحن سكننا فيه هاك اليوم قبل 3 شهور. هذا أبوي الفندقنا ميلينيوم ميتسوغراس هوتيل. جراند هوتيل هذا فندقنا. سكننا فيه قبل 3 شهور. كل ما بشوف شيء جميل بصور لكم إياه. شوف بالله عليكم. هذا عاد من الوحوش الخرافية عندهم. هذا مثل التنين وما أدراك ما التنين. يعني شوف ترتيبهم جدا. شوف هابويتات مازينهم. هابويت قطع زراعة قدام خيبة. بغيت تكون بغير تبقى عليه من غير سامتين بالباسكو إلا هذاك الحمر الغامج. شيء أبيض وشيء برتقالي وشيء وردي. وحلوة الدنيا بالألوان الجميلة. بلا تحطم بروحة. انت طعش قالي تراما حدروم يوم شي هالنمونة بطريق قالوا لك تمشي زيادة. أنا أبو قالوا لك تمشي زيادة. انت حين مرة ما تروم تمشي مرة مبنشر. يا رك الله يا إبراهيم. أيوة ما زين إلا مشيك يا حافظ اللي عليك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تحط مشيك أنت ومشيت هلاكي. ها طالع ها آخر واحد أبوي. يوم يأخرنا. هي والله. لكن شو نسوي يلا نستحمل والله كذي. هلا بيمشي ويا الناس متحيسين بكبرهم. أيوة كبرهم متحيس. والله ريول متحت على راهن ديسان. يلا عاد محمد واحمد زوتنا هي في المطار. محمد صليطي صدق يعني خليني اصورك. شوف ما زين المطار. لا ارفع هاي عاد خلي المطار يصب عليك شويه حق هاي في الصوره. لا حق هذا ما يستوي. لا ابراهيم شو تسوي؟ شو تسوي؟ قاعد ارد على الرسايل. سمعوا هكذا؟ ايه والله والدين ما عرفتك تجي علي. ليه؟ غريب شكلك. لا الحين قاعد ارد. لا ما عرفتك يعني في خاطري. هذا هو ابراهيم مبهوه. هو مبهوه. تغيرت علي. تغيرت لان لقيت ملابسك. ايه والله. لا ترد تلبسين بعيد اخيار. كل من اللحم كل من الشريح. انت من تاكل الشريح تقدمه بخير.